الحمد لله. تقدم معنا الكلام على بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة، وذكرنا أنه بعد رجوعه من غزوة بني الحيان أغار عيينة بن حصن الفزاري على لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، واستاقها ومن معه وقتلوا راعيا لها واستاقوا امرأة إلى ديارهم. وعلمنا كثيرا مما حصل في تلك الغزوة وما كان من مكان سيدتنا سلمة بن الأكوع عليه رضوان الله تعالى، وأنه كان خير رجاله وكان خير الفارسة سيدنا أبو قتادة. إلا أننا ذكرنا اسم أبي قتادة في أول من جاء بالخيل إلى رسول الله، وليس كذلك، أول من أحضر الخيل بعد صوت سيدنا سلمة وصياحه وإرساله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج الفزع فتبادرت إلى الخيول، فكان أول خيل جاءه خيل المقداد بن الأسود، خيل سيدنا المقداد بن الأسود، ومن بعده خيل سيدنا عباد بن بشر، وفي جماعة من الذين سبقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيولهم، أرسلهم أمر عليهم سعد بن زيد وأرسلهم يلحقون القوم حتى يلحقهم هو من معه. ومضت القصة كما ذكرنا، وفي اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، وهو الذي مشى معهم من آخر الليل وطول النهار إلى قريب الغروب، وهو يلاحقهم وما يسمعون إلا خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. يقبل عليه الفارس منهم فيذهب إلى شجرة كبيرة فيطلع في أعلاها فيرمي، وكان راميا وكان قوي الجري ما يسبق، فيقتله ويرجعنه ثم يلحق بهم ويرميهم وهكذا، فهو وإياهم حتى لما سمعوا صوته من بعد ظهر خطتها وأنا ابن الأكوع، قالوا أي أكوع هذا؟ أكوع السحر من السحر ونحن وراء الأكوع. ولما لقيهم صاحبهم جاء مددا لهم قالوا ما هذا؟ قالوا لقينا من هذا البرح، يعني الهم والغم والتعب طول الليل من البارح وهو رانا، وكل ساعة نترك شيء من تركنا بعض اللقاح، تركنا بعض الفراس حقنا، تركنا بعض نخفف على أنفسنا وهذا ورانا، أنا ابن الأكوع أنا ابن الأكوع. قال لهم لو لم يكن يرى طلب وراءه ما فعل هكذا. أخرجوا إليه أربعة منكم. خرجوا إليه وكانت صاح عليهم تعرفوني؟ قال أنا ابن الأكوع أنا سلمة، والذي أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم لا أجري فيلحقني أحد منكم ولا يهرب أحد منكم إلا لحقته. قالوا إن ظن. قال ما أنا مشغول بكلامهم، وإذا أقبل الخيل الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم وراه فلقيهم فهربوا حتى المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذي قرد فيه ماء، وهذا جاءوا كانوا بيشربون منه ومالوا إليه، فلما رأوه من وراهم يجري هربوا وتركوا الشرب ومشوا. جاء النبي ونزل عند ذاك الماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولما رجع لي يقول يا رسول الله هات لي 100 من أصحابك واخرج جيب باقي اللقاح كلها وأسرهم جيبهم لك. قلت لهم وأسرهم؟ قال تفعلها يا سلمة؟ قال أفعلها يا رسول الله إذن لي. قال إنهم الآن يجرون في غطفان، وصلوا إلى المحل هناك وقدوا لن يذبحون له، يجرون يعني يكرمون،
جاء رجل من قبلهم يقول إن القوم نزلوا في أول مكان من الغطفان فأجروهم وذبحوا لهم جمل، فبينما هم يصرخون جلده رأوا غبار فهربوا وتركوا الجمل وما فيه من الخوف الذي لحقهم وما أنزل الله في قلوبهم من الرعب. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة جهر. مضى هكذا عمر نبيكم في الجهاد وملاحقة الجهاد والقيام بالأمر، يستقبل حوادث الأيام والليالي بالصدر الرحب الواسع والتسليم العبودية المحضة الخالصة مع تمكنه في المكانة عند الله والجاه لدى الله، فكان الصابر المحتسب المتأني الرحيم الشفيق بعيد النظر القائم مقام العبودية المحضة الخالصة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. وانتهت تلك المعركة والغزوة ورجع صلى الله عليه وسلم، ورجعت امرأة أبي ذر التي نذرت أن تذبح الناقة، وكانت هي العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بيت ما جزيتيها، هذا الجزاء منها. قالت: أني نذرت إن جاني لا عليها أن أذبحها. قال: بيس ما جزيتيها، تنجين عليها وتعطينها الذبح. الزكين قال: وإنه لا نذر فيما في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، إنما هي ناقة من إبلي، ارجعي إلى أهلك. بارك الله فيك، قال: ارجعي على بركة الله إلى أهلك. ما النذر غير صحيح. مضت، فكان يذكرون كما ذكر ابن إسحاق وتبعه وغيره على غزوة بني المصطلق وأنها في هذه السنة، السنة السادسة، ولكن يروي غيرهم أنها كانت في السنة التي قبلها في شعبان في السنة الخامسة. فعلى حسب ما ذكر ابن إسحاق وإمام أهل السيرة أنها في السنة السادسة، كانت في هذه السنة، فمحلها بعد هذه الغزوة الثانية، بعد غزوة بني الحيان وبعد غزوة ذي قرد. وقول الأرجح أنها كانت في سنة التي قبله جاءت غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا غزوة المريسيع، تسمى غزوة المريسيع وغزوة بني المصطلق. هذه الغزوة كان سببها أن هذه القبيلة من خزاعة من بني المصطلق كان رئيسهم الحارث بن أبي ضرار جمع قومه لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع معه جماعة من القبائل ليخرجوا إلى المدينة ليحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ويستأصلوه ومن معه. فتجمع معه مجموعة من القبائل، بلغ النبي الخبر. لما بلغ النبي الخبر أرسل أحد أصحابه من بني أسلم أسلم يقول له: استخبر لي الخبر، اذهب ورجع. قال: إذن لي أن أقول لرسول الله، أتكلم وكذب وعمل في الحرب، أذن له. قال: ما تستعين بقى على أمر الحرب وإن كان كذب، فإنه يجوز في هذه الحالة الكذب في الحرب، والحرب خدعة. أقبل حتى جاء وجدهم متجمعين وكلم هذا الحارث، وهذا الحارث الذي جمع هذه الجموع لحرب النبي صلى الله عليه وسلم والاستيصاله السعادة قد سبقت له، ولكن الآن لا زال في مظهر الشقاوة وفي الكفر. جمع الجموع وعد الجيش فلقيه يقول له: من الرجل؟ منين؟ قال: منكم، بلغنا اجتماعكم على هذا الرجل. قال: نعم. قال: أذهب إلى قومي فجمعهم يكون معكم ونأتي إلى الرجل نستأصله. من معه؟ قال: أسر علينا فإن على ذلك، نحن بانتظارك، إذا بهات قومك فإن قد أجمعنا على ذلك ونحن ذاهبين لاستئصاله من معه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وجره، قال: الأمر كما بلغك، والرجل كذا، وقال لي كذا، وقلت له كذا، وهم متجمعين بكذا. فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إليه. خرجوا في تلك الغزوة، أكثر غزوة خرج فيها عدد من المنافقين تلك الغزوة. خرج الصحابة وخرج المنافقون معه، عبد الله بن أبي رأس وجماعته، عدد كثير حتى صلحوا مشاكل كثير. قال سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا
يعني عملوا الفتنة، والأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سمعون الناس يسمعون يصدقون كلامهم من أهل الغفالة. قال فتجمعوا عدد كبير في هذه الغزوة، مع أن الغزوة كان فيها نصر من الله تعالى، ولكن جاءت فيها عدة مشاكل بسبب حصول المنافقين معهم، هذول المنافقين معهم. فخرج صلى الله عليه وسلم وخرج القوم، فبلغ الخبر إلى الحارث أن محمد خرج ومعه أصحابه يريدونكم. واستاءه الخبر كثير وحزين، وقال فرمعه الجماعات اللي كانوا حوالي من القبائل الأخرى، فروا وتركوه ورجعوا بقيه هو وقومه. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يصل ومعه الجيش، فوصل إلى هناك فتراموا بالنبي ساعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم كروا عليه كرة رجل واحد، فأقبلوا عليهم فدخلوا فيهم، فما بقي أحد إلا قتله سر. مسكوا القوم كلهم خلاص، وأخذوا الأسرى، ومنهم نحو 700، منهم 100 أسرة من الأسر التي أسرت في تلك الغزوة، و2000 بعير، و700 من الخيل. رجع بها صلى الله عليه وسلم، رجعوا هدين راجعين. في الطريق بدأ شر المنافقين يظهر شيء فشيء. رجع عليه الصلاة والسلام، وإذا بما يرد عليه واحد أجير كان عند سيدنا عمر بن الخطاب، معه فرس يريد أن يسقيه، واحد ثاني من الأنصار نفس زحم هذا على هذا، زحم هذا على هذا، حذرت النفوس، حذر الشيطان بينهم. قال ابعد، قال أنا ابعد، قال أنا قبلك. قال هذا يا للمهاجرين، قال هذا يا للأنصار. سمع صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة. الدعوة بالعصبية والتعصب والتحزبات للاعتبارات غير الإسلام، دعوها فإنها منتنة. وعبد الله بن أبي قال فعلوها، يقولوا هكذا هؤلاء الذين جاءوا إلى بلادنا وكافرون على بلادنا وأكلوا منا وشربوا منا، واليوم هكذا يفعلون، ما أعدنا وجلبيب قريش هذا يعني الغرباء إلا كما قال الأول، سم من كلبك يأكلك. ويقولون حول قوة الله بالله. عنده من جماعته من بني الخزرج سيدنا زيد بن الأرقم، عاد أول غزوة شهده صغير السن، كان يوم أحد رده صلى الله عليه وسلم صغر سنه، حضر سمع الكلام تأثر، قال الآن قد فعلوا. يقول هذا بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذح، قالوا احنا نرجع المدينة ونخرجه. والتفت إلى قومه قال أنتم السبب، لو تركتموهم وما آويتموهم ولا أملتم كان ذهبوا لغيركم وتركوكم، أما الآن انظروا ماذا عملوا بكم، ماذا بكم وفعلوا. يتكلم عبد الله بن أبي، راح سيدنا زيد بن أرقم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده سيدنا عمر بن الخطاب، سمع الكلام قال سيدنا عمر رسول الله مر عباد بن بشير يقتله، قل لعباد يقتله هذا عبد الله بن أبي الآن، روح يقتله. قال له كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكن إذن بالرحيل، اشغل الناس قلهم مشي مشي خلاص خرجوا. في ساعة ما كان عن عادته يرحل فيها ولا يسافر فيها، فأمر الناس بالرحيل يشغلهم عن الكلام، أذن المؤذن بالرحيل. فجاء سيدنا أسيد بن حضير تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه بالنبوة ورسالة، وقال يا رسول الله أمرت بالرحيل في ساعة ما كنت ترحل فيها. قال لما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال أي أصحابنا؟ قال عبد الله بن أبي. ما يقول؟ قال ما يقول، لئن رجعنا إلى المدينة لخرجنا لعز منها الأذل. قال فأنت يا رسول الله والله تخرجه إذا شئت، أنت والله الأعز وهو الأذل، هو الأذل وأنت الأعز،
يقول هو منهم هذا الرجل. قال تصدر أمرك فيه لو شئت أن نقتل؟ قال لا لكن نحسن صحبتهما دام فينا. قال فمشى صلى الله عليه وسلم، جاء سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي ولده المؤمن الصادق، وكان النفاق في جماعة من كبار السن، عامة الشباب من الأنصار ما كان فيهم منافق اللي خالطوا الكفر زمن طويل ومصالح الدنيا وتشبثت بهم، تأثروا ليستقبلوا الخير في بداية أعمارهم وأسنانهم، كانوا جاءهم النور والهدى على صفاف قلوبهم وفضا ما كان فيها شيء فتمكن منها. فكذلك الشاب إذا توجه لطاعة الله فشانه عجيب، وإذا انحرف وراح كذا وكذا ففساده شديد وشنيع والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا يأتي شر ممن أقبل على الشر في آخر وقته وعمره في كبره كما يأتي من الشاب، ولا يأتي خير ممن أقبل على الخير غير في آخر عمره كما يأتي من الشاب الذي أقبل على الخير في شبابه. فهذا الشاب عبد الله بن عبد الله بن أبي جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بلغني أنك تريد أن تأمر بقتل أبي فيما بلغك عنه من القول، فإن كنت أردت ذلك فمرني أنا فأقتله، فوالله ما يعلم هذا الحي من الأنصار رجلا كان أبر بوالده مني، وإني أخشى أن رأيت قاتل أبي أن تغلبني نفسي فلا أرى قاتل أبي يمشي فأقتله، فأقتل مسلما بكافر فيغضب الله علي ويدخلني النار، ولكن إن شئت أتيتك برأسه قبل أن تقوم من مقامك هذا. الآن قال روح أتجيلك برأسه. الله، قالوا ما كان يعرف أشد من العرب في العصبية، ولكن عظمة الإيمان وما جاء بمحمد هذا إذا دخل القلوب كيف يحول الناس، كان شديدي الإبرة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب ذلك في أحوال الناس لما يعلم من الشدة الواقعة فيهم على العصبية. فقال لا يا عبد الله، ولكن نرافقه ونحسن صحبته ما دام فينا. وتكرر مثل هذا الموقف بعد الرجوع من الغزوة، هم فعل رجوع من هذه الغزوة، وقف عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله عند مدخل المدينة، حتى وصل أبوه قال محلك أنا أجلس. قال ما لك؟ قال ما تدخل المدينة. قال كيف؟ ابني تمنعني أدخل المدينة؟ قال حتى يأذن رسول الله. في إذن من النبي تدخل ولا ما تدخل؟ أنت محلك وحامل السيف ولده. إيش الإيمان هذا؟ في مثله نزل قوله لا تجد قوم يؤمن بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ما في الله إيش يعمل ولا مشكلة ولا يرسل للنبي قالوا له عبد الله بن أبي حبسه ولده ما رضي يدخل حتى تأذن. قالوا قولوا له اطلق ولدك ووصى أبو سالم قال له بر أباك، يقول بر أباك. قال أما وقد أذن رسول الله، جاله الخبر من رسول قال يقول له ادخل خلوا ولدك يدخل. قال أما وقد أذن رسول الله فادخل لكن منكس راسك لتكون الأذى لرسول الله والعز، تعال تحت السيف نكس راسك ادخل. هي وط راسك فدخل وط راسه ودخل. هذا موقف الابن المؤمن من أجل نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقعت له معه قصة أخرى، كان يوم جالس عبد الله بن أبي وجماعة يتحدث معهم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم والسلام عليهم وردوا عليه السلام ومشى. فقال تعاظم ابن أبي كبشة فينا، سمعوا ولد عبد الله ليش تقول؟ راح إلى النبي قال رسول الله إذن لي أن أقتل أبي.
قال ما لك يا عبد الله؟ قال أن مررت عليهم سلمت عليهم ردوا عليك السلام فمشيت، فلما مشيت قال كذا كذا كذا، ما طقت هذا أنا. قال بل أحسن إلى أبيك بره، قال قم ببر أبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله كانت أول المشاكل في مرجعهم من غزوة بني المصطلق التي تسمى غزوة المريسيع، بينما هم أيضا مشابههم صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت وطول الليل وثاني يوم حتى تعبوا يشغلهم عن الحديث الذي تكلم به عبد الله بن أبي، فنزل بهم بسرعة راحوا يناموا تعبانين من مواصلة السير في الطريق إنهم ملقون. ورب إذن النبي بالرحيل، راحت السيدة عائشة، كان معه في الغزوة أم سلمة وعائشة، كان إذا خرج إلى غزوة أو سفر يقرع بين النساء ومن خرجت قرعتها يخرجها معه، فكان معه سيدتنا عائشة وسيدتنا أم سلمة. ذهبت تقضي حاجتها ورجعت، تلمس العقد كان فيها ما حصلت، رجعت تطلب العقد تدور العقدة، فأبطأت تبحث، أذن النبي بالرحيل رحل القوم. وجاءوا أصحاب الجمال التي عليها النساء، وكان النساء على الهوادج مغطيات، فأقاموا الجمال ومشوا، ومنه جمل السيدة عائشة يظنونها فيه لأنها كانت صغيرة السن ونحيفة، ما لها ثقل، ما حسوا هي في الجمل وما هي في الجمل، ما يدرون بذلك. وإذا بالقوم كلهم مشوا، وإذا بعد شدة حصلت عقدها جاءت تجي تمشي تمشي ولا خبر، الجيش ولا أحد منهم والناس كلهم قد راحوا، ولا رسول الله ولا الجيش، لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش هذه المشكلة؟ قلت لابد بيطلبوني، ما بيحصلوني بيرجعون يدوروا لي في المكان، يبحثون عني في المكان الذي كنت فيه، فرجعت للمكان الذي نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من أجل يرجعوني يحصلوني هناك. فغلبني النوم، وإذا بسيدنا صفوان بن معطلة خلفه النبي وراء الجيش، كان من عادته صلى الله عليه وسلم إما يمشي أمام الجيش ويخلف واحد وراء، أو يمر الجيش يتقدمون ويمشي هم من وراء الجيش يترقب من وراءهم من خبر، فيقدم أحد قبل الجيش ويجعل أحد وراء الجيش، فجعل وراء الجيش سيدنا صفوان بن معطلة تأخر عن قوم، فجاء ثاني يوم يمشي، هم شو جاء يمشي ويمشي يتشوف في الطريق شو خبر، يرى سواد إنسان ناعس نايم، قال هذاك إنسان في الصحراء هنا، جاء قبل يقرب، قالت وكان يعرفني قبل الحجاب فعرفني، ما هو إلا أن راني فأخذ يسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت فأيقظني استرجاعه ف لويت جلبابي علي وأعطيت وجهي، فقال أم المؤمنين عائشة، قال هذا جملي سأنيخه فاركبي علي، أتنحى فاركبي علي ثم آتي فأقوده لك حتى نلحق بالجيش. فابتعد ناحية وقمت إلى الجمل فركبت عليه، فجاء وقاد الجمل، والنبي وصل مع الصحابة في المكان ينزلون فيه في وقت الظهيرة أو وقت الليل، قالوا سيدة عائشة ما وجدوها في الجمل، أقبل بها سيدنا صفوان وأقبل على الجمل، جابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت في مكانه. عبد الله بن أبي وجماعة ما يقولون فين راحت عائشة؟ فين تأخرت؟ إيش سب؟ مع من؟ مع واحد رجال؟ إيش أخرها؟ ليش جلست هنا؟ إيش عندهم؟ بلوى بلوى يبتدي الله بها شرار الناس في كل زمان، وإلى فين؟ إلى بيت النبوة ويتكلموا على العرض الشريف. قالوا
وقد عصم الله سبحانه وتعالى نساء الأنبياء حتى اللاتي خن كامرأة سيدنا نوح وامرأة سيدنا لوط، لم يكن ذوات فواحش أبدا وما زنين قط، ما كانت خيانتهن إلا إفشاء أسرار أزواجهن ومساعدة الكفار على الأنبياء، هذا الذي كانت من خيانتهن. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما بإفشاء أسرارهما ومساعدة الكفار عليهما، فلم يغني عنهما من الله شيئا ويدخل النار مع الداخلين. فعصم الله تعالى زوجات الأنبياء من الخنا كما عصم أمهاتهم، عصم أمهات الأنبياء من الخنا وعصم زوجات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويبلبل في الكلام وتولى كبره، ولكن حق صاحب الخباثة ما يصرح بالكلام، يعطي الطرف يخلي الناس يتكلمون حتى ما تقوم. احنا انا ما قلت قد لما قال هذا الكلام على سمع زيد مرقم بلغ النبي، جاء بعدين لأن بلغنا النبي بلغ زيد مرقم قال هذا الغلام الصغير يكلمك عني ويقول كذا كذا، لا والله يا رسول الله أنا ما قلت ويحلف أيمان، حتى قام جماعة يشوفون أيمانه وهكذا من جماعته قالوا يا رسول الله لعل الغلام مهم، هذا ولد صغير ما فقه الكلام، فيحلف الأيمان. ولما جاي سيد بن حضير وكلم النبي بعدين قال يا رسول الله عذره فإنك الله جاءنا بك، والقوم قد كانوا يعقدون الخرز اللي يضعون التاج على رأسه يتوجونه للملك، فهو يراك بضعفه وضعف بشريته استلبته ملكا، يا نبي الله ما عند ملك ولا رئيس قدامه صلى الله عليه وسلم، يراك استلبته ملك، فهذا نفسه عذره رسول الله. قالوا فكان بعد هذه الوقعة إذا أحدث حدث عبد الله بن أبي جماعتهم اللي يقومون عليه ويتولون الردع وتعنيفه ويعنفون عليه وما عاد يخلون شيء يبلغ إلى النبي، وإذا صلح شيء ويقومون، إذا بدأ يتكلم كلمة ولا يقول شيء قام عليه جماعته وقومه من هؤلاء المؤمنين. حتى بعد مدة وبلغوا ذاك كان يكلم سيدنا عمر قال يا عمر أرأيت أما ترى؟ قال كيف لو قتلته في اليوم الذي طلبت مني قتله لأرعدت عليه أنف، لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوا اليوم. لو قال قلت يا رسول الله والله إني لأعلم أن رأي رسول الله أبرك. قال رأيك أبرك يا رسول الله خير، ما تقوله فأنت أحسن. قال لو كان ذاك اليوم سمعنا كلامك وقتلنا بترتعد عليه أنف بل يعرف من العصبية. قال لكن هؤلاء الآن بنفسهم لو أمرت أحدهم بقتله لقتله بنفسه اليوم. قال قلت تعرفت أنت رأيك أبرك ونظرك أسباب يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيدنا زيد بن أرقم قال وأنا الحين وقعت في حرج، قاموا الرجال مع عبد الله بن أبي ينفحون عنه ويدافعون وقدام النبي ويقولون الرجال وهم وكذب. قال أنا أعلم أنا بإذني سمعته وإني أرجو الله يبريني. قال فما هو إلا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته أخذته البرحة فعلمت أن الوحي ينزل عليه ورجعت براوتي. قال فلما فتر عنه الوحي التفت لي وجدني جنبه وأمسك بأذني قال إن الله قد أوفى بهذه. قال إذنك الله أوفى بها براءه رفعه. قال الله سبحانه وتعالى صدق قولك وكذب المنافقين. وتلا عليه يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله. من يقول هم الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول حتى ينفضوا خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى مدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا لما نزلت الآية وتيقن عبد الله بن عبد الله أن أبوه قال هذا الكلام وراح في طريق المدينة ومسك السيف وقال ما يدخل إلا مذلل تحت رأس السيف رضي الله عن هؤلاء الصادقين. شاع الحديث ما تدري بشيء سيدة عائشة وصلت وكانت من أثر السفر والتعب في الطريق مريضة، فما كثت شهر في البيت مريضة، الناس يتحدثون وهي ما سمعت شيء ما درت فيه، والوحي ما كلم النبي عن الموضوع.
لا أول يوم ولا ثاني يوم ولا يوم شهر، كان أكثر من شهر، حتى خرجت يوم تريد الخلاء خارج الديار كما كان عادتهم، ومعها أم مصطح. ومصطح واحد من اللي تلقفوا الكلام حق المنافقين، هو مسلم مؤمن قام والعياذ بالله يتكلم، فتكلم على السيدة عائشة. مصطح بن أثاثة، مع أنه بينه وبين سيدنا أبو بكر قرابة، وأبو بكر الصديق هو الذي ينفق عليه، نفقته كلها من مال أبي بكر الصديق. وشوف مواطن الاستزلال، يستزل الشيطان الإنسان فيه، مسلم مؤمن والكلام كلام منافقين، وقام هو يتكلم به. أكثر المنافقين ضبطوا كلامهم، يورون ويجيبون من بعيد، ما حد يقدر يضبط عليهم إنهم رموا أحد بشيء، ماشي حد عليهم، ما وقيم الحد إلا على ثلاث: حمنة بن جحش، مصطح بن عذاثة، حسان بن ثابت، مؤمنين هم اللي قيم عليهم الحد، لأنهم استزلهم الشيطان، سمعوا كلام المنافقين قاموا يتكلموا، هذا جو بسرعة اللي يلقيه الشيطان في نفس الإنسان، وهكذا تفعل النفس بالإنسان دائما، فلا تقعب له وتخلي شيطان يجيب الكلام، وإنت الآلة اللي تقوم تنفذ وتوصل الكلام وتبلبل على الكلام. ولهذا ما أقام الحد على عبد الله بن أبي، هو اللي تولى كبره، ولا قام الحد على بقية المنافقين الذي كثروا البلبل، لكنهم ضبط ما قالوا. حصل قال كيف الأمر، كيف ايش ايش هذا الكلام حقهم، اشاعوا به البلبل ولا تكلموا. قام هذول يتكلمون، فلما نزلت الايه وقيم الحد على هؤلاء. مضى الشهر، خرجت هي وام مصطح، عثرت بحجر هذه ام مصطح، قالت تعس مصطح، قالت بيس ما تقولين تسبين رجلا شهيد بدرا مصطح ليش تقول يا قلت. قالت أما تدرين ما قال؟ إيش قال؟ ما قامت خبرتها، عادة النساء هكذا، واحدة تجي تخبق المسألة. جاءت أظهرت المسألة، إيش؟ وكانت مرضت فوق المرض، رجعت تبكي 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 إلى الدار، وفي الفراش حقها، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما أنكرت من شيء إلا ألا لطف، لطفا كان منه لطفا ما فقدتها منه، كان يمر كل يوم وأنا مريضة يقول كيف حالتيكم، يسلم يقول كيف حالتيكم، ففقدت منه الملاطفة التي كنت أعهدها منه، ما حدي ما أنكرت شيء ثاني. قالت فقلت له أستاذنك أذهب إلى أبوي فأذن لي. خرجت وأنه تريد أن أستخبر أبوي عن الخبر وأدري ما الأمر وما يقول الناس. فجيت قلت يا أمتاه ما يقول الناس ما بلغت. قالت يا بنتاه هوني عليك، إنه لم تكن امرأة ذات مكانة عند زوجها وحظوى منه كمثلي أنت إلا وأكثر الكلام عليها، حسدها الحساد ولها ضرائر ولها كذا. قالت أوا قالوها وتكلموا الناس بهذا الكلام وقالوا مثل هذا المكلام. قالت هوني عليك يا بنتها. إذ جلست يوم وليلة وليلة ثانية ما يرقى لدمع، حتى ظننت أن يهلك من البكاء. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمر ويقول كيف حاله ويمشي. أول مرة دخل وجلس عندي، ومن حين ما قيل ما قال ما جلس عندي إلا ذاك اليوم. دخل وجلس، فعندي أبي وأمي، فقال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، فإنه من أذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت لما قال ذي الكلمة جف دمعي وجلست. قلت لأبي أجب عني رسول الله. قال سيدنا أبو بكر والله ما أدري ما أقول لرسول الله،
فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله. قلت والله يا بني ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة نزلت بهم وما قدروا كيف يدل. قلت والله إن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة ما صدقتموني، وكلام من الناس سار حتى استقر في قلوبكم شيء منه، وإن رميت نفسي بذنب الله يعلم أني بريئة منه، فإني وأرجو والله أن يبرر. والله ما أجد لي مثل مثلكم إلا كمثل أبو يوسف قال الله المستعان على ما تصفون. قالت سكتوا سكت الصلاة، فما هو إلا والوقت شتاء يعني إذا البرحاء من الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بي يتفصد عرق في وقت شدة البرد المدينة من الوحي. قالت ولا كنت أرجو أن يبرئني، لو علمت أن الله سيبرئني لبراءتي، ولكن أتوقع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا فتكون تبرئ لساحتي، وما كنت أظن أن ينزل في قرآن يتلى، ولا شاني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى. قالت فما هو إلا انفتر عنه الوحي وهو يضحك. صلى الله عليه وسلم قال فقال يا عائشة احمد الله، أما الله فقد برأك. فقلت الحمد لله. قالت لي أمي أثر متأثرة مسكينة، أدم قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالت له والله لا أقوم إليه، إنما أحمد الله الذي أنزل الوحي برني، الله اللي براني لما نازل قلبها من الشدة ومقتضى البشرية، وإلا ما جاتها البشارة على يد محمد ما كان الله ليكلمها ولا ينزل الوحي عليها. فقالت الله الذي براني، يعني ما هو أنت ولا رسول الله، الله براني من فوق سبع سماوات، فأشكر الله وأحمد الله تعالى. ضحك صلى الله عليه وسلم ما علم من أثرها وشدة الأمر عليها. لما كان كذلك أمر بمن صرحوا وسمع منهم شهد عليهم الشهود أنهم صرحوا بنسبة الجريمة والفحش، فإذا جابوا ثلاثة قام عليهم الحد، حد القذف صلى الله عليه وسلم، وأنزل الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون ظن المؤمنات بأنفسهم خيرا، قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعذكم الله أن تعودوا المثل أبدا. وقال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، عند الله هم الكاذبون. الله فعظم سان السيدة عائشة عندها. قالت والنبي صلى الله عليه وسلم استامر كثير واستشارهم في أمري قبل أن ينزل الله القرآن، حتى شاور في زينب، وزينب كانت ساميني قالت هي من جملة الضرائر الحزب الثاني مقابل عائشة، عائشة ومعها سودة وجماعة من أمهات المؤمنين، والباقين عند سيدتنا من اسمها زينب وأم سلمة وجماعة ثانيين حزب ثاني قالت كنا حزبين. قالت ولكن عصمها الله، عصم الله بالورع، استشارها النبي فيه. قالت يا رسول الله ما نعلم على أهلك إلا خير ولا نرى فيهم إلا خير، عصون سمعي عما أما يقول الناس. وشاور أم سلمة قالت لا والله يا رسول الله ما رأيت منها إلا خير ولا علمت عليها إلا خيرا. وهكذا والجارية التي كانت معها تمشي في الغزوة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها، قالت والله يا رسول الله ما أرى شيء أغمص فيه على عائشة إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجينها الذي يعجن حتى تأتي الدجاجة وتأكله، يعني صغيرة لا تنام في حيث ما هي. هذا الذي يعرف ما أعرف عن عائشة إنها حتى نزلت براءتها. مصطح بن عتاثة كانت النفقة من بيت أبي بكر، بعد أن نزلت الآية قطع النفقة. الله ما ارتضى هذا الحال من الصديق، قال خل غيرك يتأثر بكلام الناس
بطعن الناس انت صاحب حبيبي محمد. انيسه في الغهر مهيئ لمراتب القرب الاعلى من حضرتي، ما تكون اخلاقك هكذا يا صديق. وان تكلموا عليك انفق، وان قالوا فيك من اجلنا من اجلنا اعطي. انزل الله: ولا ياتلي اولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. غفروا للناس، سامحوا الناس، انتم في موهوبين اعلى درجات الغفران من رب الناس، فسامحوا الناس واغفروا لهم. الله، هكذا التربيه الخاصه. الا تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فدعا النبي سيدنا ابو بكر قال تعالى الله يقول كذا، تلا عليه الايه: بل بلا احب ان يغفر الله لي، بلا احب ان يغفر الله لي. رد النفق الى مصطح واخذ ينفق عليه كما كان ينفق عليه حتى بعد ان اقيم عليه الحد، طمعا في قرب الله وثواب الله ومغفره الله. والله تعالى ذكر المحاسن حق الرجال في القران، قال مثلك يا صديق تشوف المحاسن، لا ترى المساوي. ولا يتلو الفضل موسى ان يؤتوا وللقربى والمهاجرين في سبيل الله. قريب مهاجر، ليش ما تشوف هذا؟ ايش تبغى تشوف الحاجات الثانيه؟ الغلطه والهفوه اللي وقع فيها خلف، ودا الحد قام عليه ونحن نحاسبه مش انت. النفقه سبرها، استمر على النفقه. فهكذا رب الله الصديق عليه، وهذا منقب من مناقب توجيه خاص في مقام عالي في القران يؤدبه بادب الصديقين سبحانه وتعالى، ادب الصديق بهذا الادب. وصل السبايا إلى المدينة المنورة فوزعهم صلى الله عليه وسلم، فمنهم أمنا سيدتنا جويرية بنت من؟ بنت رئيس بن المصطلق الحارث بن أبي ضرار الذي جمع القوم لحرب النبي. كانت سيدتنا جويرية هذه كانت تسمى برة، بعد النبي سماها جويرية، قال باسمه كرهني وقال خرج من عند برة، سمى جويرية. رأت وكانت عند واحد من المشركين اللي قتلوا في يوم المريسيع هذا، في يوم غزوة بن المصطلق، كانت عنده زوجته. رأت كأن القمر يدنو من المدينة يجي 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 لا عندها، حتى سقط في حجرة قمر يجي من المدينة إلى عندها يسقط عليها. قالت فعلمت ان للرؤيا خبر ورجوت ما رجوت وقعت من رؤياي، فقتل زوجي ووقعت في الاسر، فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبته ليعتقني بمقابل، فجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينه على الكتابه. فلما جيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته قال او أدلك على ما هو خير لك من ذلك. قالت وما ذاك؟ قال أؤدي عنك الكتابة أعتقك ثم أتزوجك. قالت هذا ما أحب يا رسول الله وما أريد. قال فذلك لك، أدى عنها الكتابة فأعتقت ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم. لما تزوجها تسامع الناس بالخبر، فلما دخل بها قالت يا رسول الله أريد تطلق الأسرى من قومي. قال سأكلم أصحابي وأشتري من يبيعني منهم من يبيع وأطلقهم لك. الصحابة سمعوا النبي تزوج في نفس الليلة، قالوا هؤلاء أصهار رسول الله. في المهاجرين والأنصار معهم السبايا، يقول هذا أصهار رسول الله، ما يمكن يكون سبايا عندنا. فطلقوا، فكل من عنده أحد سبايا من بني المصطلق قالوا خلاص بني المصطلق أصهار رسول الله، كلهم أعتقوهم وأطلقوهم من أولهم إلى آخر، ما أحد يحتاج النبي يكلمهم ثاني يوم جاء الخبر. حتى كان يقولون ما رأينا زواج امرأة أبرك على قومها من زواج جويرية، أعتقت 100 أهل بيت من أصحابها زواجها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
عظم الصحابة الأمر وقالوا أصحاب رسول الله وقبيلة تزوج عندهم محمد بن عبد الله، فأطلقوهم كلهم قبل أن يكلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ذلك مكرمة لسادتنا الصحابة، وكان سارعة من الحق في إنفاذ مراد النبي قبل أن يتكلم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأقبل الحارث بن أبي ضرار، هذا الذي كان يجمع الجموع ومعه مال يريد أن يفتدي ابنته، وصل عند العقيق هناك فنظر الإبل أعجبته واحد بعيرين اثنين ممتازة دخلت في قلبه، شلها وداها لوادي وحدهم بعيد هناك من شان على مرجعه شلهن يأخذهن، ما أحد عنده في الصحراء، أخذ الجملين ودخلهن وادي مخصوص ثاني بعيد من أصحابهن خلاهن ودخل. وجاء يسألوا قالوا له عند محمد، جاء يا محمد جيتك في شان ابنتي. قال صلى الله عليه وسلم أولا رد البعيرين اللذين تركتهما في مكان كذا في وادي كذا. قال ها امدد لك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما علم بهذا غير الله، أنا وياهم الآن في الصحراء حيلة وحدي دبرتها وحطيت الجبلين في بادي بعيد، من قال لك أنت رسول الله؟ يا أشهد أن لا إله إلا الله، بسم الله أسلم أسلم. فرحت سيدتنا جويرية قال له بنتك معتقة وقد خرجت وليست في الأسر، وإن أردت أن تأخذها فتزور بها قومها وأهلها فخذها. يقول صلى الله عليه وسلم فرحت ويدب الصحابة يكرمون، يقول من هذا؟ يقولون هذا صحيح رسول الله، هذا النبي تزوج ابنته وحصل إكرام. قال عجيب الله، هذا لا إسلام طيب ورغب في الإسلام أكثر وحسن إسلامه رضي الله، وبقي مجاهدا في سبيل الله حتى قتل بعد ذلك في حروب أهل الردة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكانت يمنا على قومها، العتق جاء والإسلام جاء وأنقذتهم من العتق وأنقذتهم من النار، ودخل خلاص والقبيلة كلها أقبلوا على الإسلام ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى وتبعوا محمد بن عبد الله وسعدوا سعادة الأبد. ولكن الجماعة سعى يصلحون ليخرجن العز من الأذل، سعى يصلحون حديث الإفك على سيدتنا عائشة، والنبي يكابد هذا يكابد هذا يكابد هذا ويصابر هذا ويصابر هذا ويصبر على هذا، ما أصبره صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، وما أحلمه وما أعظم خلقه. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله، رزقنا الله وياكم محبته حقيقة محبته وكمال محبته وعمق محبته في قلوبنا، حتى لا يكون في خلق الله أحب إلينا من رسول الله وعبد الله وصفي الله محمد بن عبد الله. اللهم إنا نسألك أن تكرمني وتكرم يا مولاي من يسمعني ومن يحضر معنا هذه المحاضر، أن لا تمضي بنا وبهم الأيام حتى نمسي ونصبح وأنت ورسولك حب إلينا مما سواكما، فأعطنا هذا المرام يا من يعطي ولا يبالي، بلغنا هذا المراد يا من لا يتعظمه شيء، أعوذ بجلال وجهك أن يموت أحدهم وشيء غيرك وغير رسولك أحب إليه منك ومن رسولك. اللهم نزههم عن هذا قبل مماتهم، ولا تميت أحدا منا إلا وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما من كل شيء، برحمتك يا رب كل شيء، يا ولي كل شيء، يا من بيدي ملكوت كل شيء، يا من بيده أمر كل شيء، أصلح لنا كل شيء واغفر لنا كل شيء وتب علينا يا مولانا وسامحنا ولا تسألنا عن شيء، برحمتك يا أرحم الراحمين، وأعطنا هذا المطلب العظيم وحققنا منك بهذا المراد الفخيم. اللهم إنا
وإن تجرأنا بسؤالك فوعزتك ما جرأنا إلا فضلك وإلا ما علمتنا من إحسانك وإلا ما وسعت في مشاهدنا فيك وفي إفضالك. اللهم فإننا نطلب منك هذا الطلب ونلح عليك فيه، أعوذ بنور وجهك أن يموت أحد منا ومنهم وغيرك وغير رسولك حب إلى قلبه منك ومن رسولك. اللهم ثبتنا وإياهم عليك، وأسرع يا مولانا للكثير منا بتعجيل ذلك وتحقيق ذلك في أقرب الأوقات. يا حي يا قيوم، أنت المسؤول وأنت المطلوب وأنت المامول وأنت المدخر. من أين أخذت هذه العطايا والمنح في قلوب الذين وهبتهم إياها وأتيتهم إياها؟ هل من غير خزائنك خرجت لهم هذه العطايا وحل قلوبهم ذاك النور؟ اللهم ما كان ذاك إلا منك وإلا من خزائن جودك. وإني أسألك يا من وسع فضله كل شيء ويا من وسعت رحمته كل شيء ويا رب كل شيء، أن لا تجعل في قلوبنا شيئا أحب إلينا منك ومن رسولك. نحيا على ذلك ونموت على ذلك، تحشرنا في زمرة أهل تلك المحبة من خواص الأحبة، وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد.